الحركة أو الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى تبلغ ذروتها هذه الأيام، والجزائريون من مختلف الأعمار شيبا وشبابا، ذكورا وإناثا، يفضلون ركوب قوارب الموت إلى الضفة الأخرى عوض البقاء في الجزائر. على طول الساحل الجزائري من شرقه إلى غربه، قوة خفر السواحل تحبط يومياً مئات الرحلات وفق الأرقام الرهيبة المقدمة من قبل خلية إعلام وزارة الدفاع الوطني، والتي قاربت 500 شخص خلال شهر سبتمبر الجاري. أياً كانت وجهة الرافضين للعيش بالجزائر سواء إلى إسبانيا أو إيطاليا، فأعدادهم تخطت عتبة العشرات لتبلغ المئات. مئات من الأشخاص هو ما تم إحباط عملياتهم من قبل خفر السواحل، دون الحديث عمن مغامراتهم في البحر نجحت ومن تم إنقاذهم، وآخرون في عرض البحر حياتهم انتهت. قوارب الموت لا تزال تستهوي الكثيرين، يراها البعض هربا من الظروف الاجتماعية نحو حياة أفضل في مغامرة هي مقامرة بالروح، في رحلة يطلق عليها في الكثير برحلات الموت.